سنجين طاف إطار مواكبة ديال المعروفة الفلاح، فهي كتوفر مجموعة من المبيدات ذات الفعالية العالية والجودة المتميزة. هذه المبيدات كتساعد في الرفع من التحديات المتعلقة بالأمراض والآفات. أول مبيد نتكلم عليه هو سكور. سكور هو مبيد فطري سائل فيه 250 غرام من ديفينوكونازول في اللتر. سكور كيتمتص عن طريق الأوراق بكيفية سريعة بفضل المفعول ديالو اختراقي. يمكننا نستعملو سكور بطريقة وقائية قبل حدوث الإصابة باش يحمي لينا النبتة. كذلك يمكننا نستعملو سكور بطريقة علاجية عند بداية الإصابة، وبالتالي كيحد لينا انتشار المرض. سكور عنده فعالية كبيرة ضد مجموعة ديال الأمراض وفي مجموعة ديال النباتات. وبالنسبة للورديات، السكور فهو مرخص في التفاح ضد الطافلور بمقدار 15 سي سي في ليكتول. بالنسبة للمشماش، السكور يمكن نستعملوه ضد لويديوم بوبياض بنفس المقدار 15 سي سي في ليكتوليتر. بالنسبة للخوخ أو الشهدية، فالسكور عنده فعالية كبيرة ضد لاكلوك بمقدار 50 سي سي في ليكتوليتر. السكور ما عندوش تأثير أيضا على النحل وعلى الحشرات النافعة، والسكور ما كيخليش بقع ملونة عكس المبيدات المنافسة، وبالتالي فالثمار كتكون عنده واحد الجودة عالية والتسويق كيكون أحسن. ثاني مبيد فطري كتوفر سانجينتا هو التوباز. التوباز مبيد فطري سائل خاص ببوبياض لويديو، فيه 100 غرام في اللتر من البينكونازول. التوباز عنده ميزة اختراقية، يمكننا نستعملوه بطريقة وقائية قبل حدوث الإصابة باش يحمي لنا النبتة. يمكن نستعمله بطريقة علاجية عند حدوث الإصابة باش يحد من انتشار المرض. التوباز عنده فعالية كبيرة، حتى أن كمية قليلة منه يمكن تقضي لنا على بوبياض. التوباز مرخص في مجموعة ديال الزراعات على بوبياض. بالنسبة للورديات، التفاح، الخوخ والشهدية، التوباز مرخص ضد بوبياض لويديوم بمقدار 25 سي سي في الهكتوليتر. أيضا التوباز ما كيشكل حتى خطر على النحل والحشرات النافعة. ثالث مبيد كتوضعو سانجينتا رهن إشارة الفلاحين ديال الورديات هو الكوريس. الكوريس هو مبيد فطري في 50% من السيبخوديني. الكوريس هو عبارة عن حبيبات قابلة للذوبان، مرخص في زراعة التفاح ضد الطافلور بمقدار 500 غرام في الهكتار. الكوريس عنده واحد الميزة تلامسية واختراقية، كتعطينا واحد المرونة في الاستعمال، يا إما بطريقة وقائية أو اختراقية كيفما كانت الظروف المناخية. الكوريس أيضا ما كيأثرش على الحشرات النافعة وأيضا النمل وحتى على النبتة، وخا تكون في فترة الإزهار. مبيد آخر من بين المبيدات الكثيرة ديال سانجينتا هو كوبرونتول بلو. كوبرونتول بلو هو النحاس الخاص بشركة سانجينتا، فيه 87% من لوكسيكلورير دو كويفر. هاد الصيغة ديال النحاس هي اللي كتبقى آمنة وخفيفة على النباتات، لا من حيث الفيتوتوكسيسيتي أو البقع. كوبرونتول بلو مرخص على مجموعة من الأمراض وفي مجموعة من الزراعات. فبالنسبة للورديات، كوبرونتول بلو مرخص في الخوخ، على لاكلوك وعلى المونيليوز. في التفاح، كوبرونتول بلو مرخص على الطافلور. أيضا في الورديات بصفة عامة، فكوبرونتول بلو مرخص على الأمراض البكتيرية لبكتيريوز بطريقة وقائية، حل في بكتيريا. مقدار استعمال ديال كوبرونتول بلو هو 500 غرام في الهكتوليتر. وما نساوش أيضا أن كوبرونتول بلو كيبقى آمن على الحشرات النافعة وخصوصا النحل. كانت هذه باختصار حلول مقترحة من طرف سانجينتا ضد الأمراض. تابعونا في الفيديو القادم باش نطرقوا لموضوع الحشرات.